غيابك كان سد؟ السد يعني هو مو احنا صنعناه، يعني السد هو فرض، فرض نفسه موجود، لكن الحقيقة بالنسبة لي ما كان سد، لأن أحلامي كانت أكبر من تكون سد لي. طول ما أني موجودة يستمر النهر، أحلم بأني أنه أني متواصلة مع الحياة ومع الواقع ومع دراستي، حتى لو مرت السنين، حتى لو مرت السنين باقية طموحاتك شاخصة قدام عينك؟ طبعا باقية طموحاتي وما أريد أن أحققه. شنو طموحاتك للمرحلة الجاية؟ طموحاتي هي ترسم نفسها على فكرة حسب المرحلة كل فترة. أنت طموحاتك دائما خاضعة للتجديد؟ لازم تجديد. ها. إذا ماكو تجديد ما أقدر أشتغل، إذا ماكو متغير ما أقدر أتكلم. ومعتصمة، كان سد اتجاوزتي وتفتت وتغلغل النهر من تحته. شخصية رائعة ومعتصمة. يمكن يعني بفترة وجودي بالوسط الفني سمعت الكثير حول القتال على هذه الشخصية. صار صحيح؟ طبعا بين أكثر طبعًا من ممثلة صار قتال على هذه الشخصية في سبيل أنه يحصلون عليها، وفازت بها سهى سالم. الحمد لله، هذا من فضل الله. هي الفنان باحترامه لنفسه هو يفرض نفسه على الآخرين، وبإبداعه وبقدراته. أما الأشياء الأخرى فهي تذهب هباء كما يقول المثل. أنا غير متواجدة بالوسط، يعني 24 ساعة مثلا إيه؟ بس بالنسبة لي أنا حياتي بطريقة أخرى عايشتها. من يكتب نص بمواصفات ويضع المؤلف اسم الأول سهى سالم، هذا فشيء كبير رائع. كان المشهد اللي أنت عطشانة بي، الله يرحمه الأستاذ الفنان معاذ يوسف، الله يرحمه، كاتب دائما يقول لي كنت من أكتب النص أضع في بالي بأنني أضع سهى سالم في بالبداية دائما في مقدمة الشخصية. الحمد لله.